ندعو صاحب السمو الشيخ صباح خالد محمد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت لإلقاء كلمته، فليتفضل. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأخ السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأخ السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بداية بنقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لكم جميعا، وتمنيات سموه لأعمال مؤتمرنا هذا بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتينا العربية والإسلامية، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها. كما يطيب لي أن أتقدم للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بجزيل الشكر والامتنان على ما لقيناه من حسن وفاده وكرم ضيافه، معربا في الوقت ذاته عن بالغ الإشادة والتقدير لجهودها المبذولة في استضافة قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي امتدادا لأعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية للعام 2023. والشكر موصول لجهازي أمانة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على الإعداد الأمثل لأعمال هذه القمة الهامة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يلتئم جمعنا المبارك مجددا على أرض الحرمين الشريفين تلبية لدعوة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثما على صدر الأمتين العربية والإسلامية منذ عام 1948 ومستشريا في جسدها نتيجة الانتهاكات الصارخة وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، مما أفضى إلى تأجيج الصراعات وتقويض الأمن والسلم الدوليين في تجسيد دقيق لما حذرت منه ولسنوات عديدة دولنا كافة. وما نشهده اليوم في غزة وباقي أرض فلسطين المحتلة من إبادة جماعية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق والاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، أمر يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. وعلى نحو متزامن ها نحن نشهد اليوم تغول العدوان الإسرائيلي وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة مستهدفاً شعبه وكل من يتواجد على أرضها بما في ذلك قوات اليونيفيل في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي بات يحتم على المجتمع الدولي التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية مواطنيها وأراضيها وتطبيق القرار قرار مجلس الأمن 1701. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، بات لزاماً على قمتنا هذه توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص للاطلاع بمسؤولياتهم وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء وضمان فتح الممرات الآمنة
ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون أو السماح بأن يسوق على أنه دفاع عن النفس. وتدعو دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبدئي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة. في هذا السياق تدين دولة الكويت قيام الاحتلال الإسرائيلي بإصدار تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة الأونروا في أرض فلسطين المحتلة، كما تعرب عن رفضها تصفية الأونروا كمدخل لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة، ولأي تعرض لأجهزة الأمم المتحدة أو لأمينها العام في ظل الجهود الحثيثة الرامية لصون الأمن والسلم الدوليين ودعم مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة النبيلة. تجدد دولة الكويت دعمها التام لكافة الجهود التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لوقف إطلاق النار، كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الوزارية التي توجت بها أعمال قمتنا السابقة. وتعرب دولة الكويت مجدداً عن دعمها للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدة في الوقت ذاته بالخطوات الشجاعة التي اتخذتها عدد من الدول الصديقة بالاعتراف بدولة فلسطين، داعية بقية دول العالم الصديقة المؤمنة بمبادئ العدل والإنصاف والمساواة لاتخاذ خطوات مماثلة وصولاً إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. كما لا تفوتني الإشادة بكافة الجهود التي توجت بالتوصل لآلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي بهدف دعم القضية الفلسطينية. وختاماً، تشدد دولة الكويت على موقفها المبدئي الثابت والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل حقوقه السياسية المشروعة كافة وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود 4 يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.